برعاية وحضور السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية ومعاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية وعمداء الكليات وعدد من منتسبي الجامعة وتشكيلاتها، وبإشراف مدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، احتفت الجامعة بالذكرى 130 لتأسيس الجيش العراقي الباسل. استذكروا خلالها سفر الخالد للجيش العراقي منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا. أن السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الفريق الطيار الركن الدكتور عقيل مصطفى مهدي الضباط المترقين إلى رتبة أعلى لجدول كانون الثاني من منتسبي مقر الجامعة وتشكيلاتها، حيث تم تقليدهم الرتب متمنيا لهم النجاح والموفقية في عملهم. وفي ختام الاحتفال قدم الهدايا لضباط الجامعة المترقين. بحضور السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، تستمر كلية الدفاع الوطني بمناقشة رسائل الماجستير لدارسي دورة الدفاع الوطني الرقم 25، حيث تمت مناقشة عدد من الرسائل، منها الرسالة الموسومة دور مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه الرأي العام وأثرها على الأمن الوطني العراقي بعد العام 2014، ورسالة الماجستير الموسومة دور التعاون الدولي الإقليمي في مواجهة التهديدات الأمنية في العراق بعد العام 2014. برعاية السيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، تستمر كلية الحرب بمناقشة رسائل الماجستير لدارسي دورة الحرب الرقم 26، حيث تمت مناقشة عدد من الرسائل، منها رسالة الماجستير الموسومة الإنفاق العسكري لتوطين الصناعات الحربية وأثره على مسار التنمية تجارب مختارة، ورسالة الماجستير الموسومة دور استراتيجية الدفاع الجوي في إدارة الحرب الحديثة وانعكاساتها على الأمن الوطني. هنأ اللواء الركن أحمد عدنان إبراهيم عميد الكلية العسكرية ضباط الكلية المترقين إلى رتبة أعلى، متمنيا لهم الموفقية في عملهم وتقديم المزيد من الجهود خدمة لجيشنا الباسل وشعبنا العظيم. حضر سيد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية احتفالية الذكرى 130 لتأسيس جيشنا العراقي الباسل التي أقيمت في جامعة التراث، وبحضور عدد من ضباط وزارتي الدفاع والداخلية، حيث قدم السيد رئيس الجامعة شكره وتقديره إلى عمادة جامعة التراث والمشرفين على الاحتفال لجهودهم المتميزة في مشاركتهم عيد جيشهم حماة العراق وسور الوطن. استقبل معهد اللغات أحد تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية دورات اللغات للفصل التدريسي الأول لعام 2024 من تشكيلات وزارة الدفاع كافة ووزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية والحشد الشعبية. أجرت كلية الأركان إحدى تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية التمرين التعليمي إعداد منضدة الرملة لطلاب دورة الأركان المشتركة الرقم 84. بإشراف عميد كلية القيادة اللواء قوات خاصة الركن وليد هيلان، أجرت الكلية التمرين التعليمي لمادة إعداد شفافات باستخدام الرموز والمختصرات العسكرية لدورة القيادة لضباط الأحداث الرقم 70 ألف، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يحققها مدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية اللواء البحر الركن عباس لفت عودة بمنتسبيه لتعزيز أواصر الألفة وبث روح التعاون. التقى سيادته بالمراتب والموظفين وقدم لهم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الجديد والذكرى 130 لتأسيس الجيش العراقي الباسل.